بسم الله الرحمن الرحيم. فالكل كيعرف بانه الدور ديال المؤسسه ديال محمد السادس للابطال الرياضيين فهو كان دور جد فعال. الكل كيعرف بانه كان الهدف ديالو هو انه مساعده ودعم يعني القدماء اللاعبين، وهذا تجلى وبان في التقارير اللي كنصدروها كل سنه بعد الجمع العام لمده تقريبا 10 سنوات. فالحمد لله بانه اغلبيه ديال اللاعبين كتشملهم التغطيه الصحيه، وكذلك بعض المساعدات كمثلا اللي عنده اشكال ديال السكن او لا تدريس ديال الابناء ديالو، وكذلك فتكريمات. فالحمد لله فالمؤسسه قام واحد العمل جبار، نتمنوا له الاستمراريه ان شاء الله. الحسن ياسير الملقب حسينه، لاعب دولي سابق ومدرب المنتخب الوطني سابقا. قبل كل شيء تحية خالصة وعيد مبارك سعيد لجميع الأبطال الرياضيين يعني وبطلات. هذه مناسبة باش نقدم التشكرات ديالي لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين في شخص سي منصف بالخياط والكاتب العام سي سعيد بالخياط على هذه البادرة الطيبة وهذا المجلس. بكل صراحة هذه التفاتة كل بطل كل إنسان فد يعني وبالخصوص فد الأبطال اللي هما كبروا في السن كيتمنوا وكيتمنوا هذه المبادرة هذه، كنشكرهم بهذه المناسبة تماما. أنا بكل صراحة إنسان خدم وعطى الكثير لهذه المؤسسة هذه، والله يجزي بخير، وكنشكروا باسم جميع الأبطال كنشكروا السيد هذا، وكنشكر السيد سعيد بالخياط كذلك. الاسم ديالي العبد خليفة، لاعب ديال نادي القنيطرة والفريق الوطني المغربي. وهاد الحضور ديالنا تم استدعاء ديالنا لهاد الحضور، لان كل سنه كنديروا تجديد المكتب وكنديروا اعاده النظر في بزاف ديال المشاكل اللي كيعيشوها اللاعبين الدوليين وخاصه القدماء. في ذاك الوقت كانت شويه الماديات ناقصه بواحد الشكل قوي، فكان سيدنا الله ينصرو فتح هاد الباب ديال مؤسسه محمد السادس للابطال الرياضيين وسد بزاف ديال الثغرات بما فيهم التغطية الصحية على جميع المستويات، وكذلك اللعبة اللي ما تحت لهم فرص وما داروش كارير رغم العطاء ديالهم متميز في الفريق الوطني المغربي، وكيعطيهم سكن او ان بون اللي يمكن لهم يتقدموا منهم لي سوبر مارشي ديال بريسك 3000 درهم ولا 4000 درهم. فهاد البادره يعني خدات واحد الصدى طيب، وكنشكروا السي بالخياط كذلك على المجهود الجبار اللي قام به، وكنشكروا جلاله الملك على هذه البادره الطيبه، وكنتمناو الخير للاجيال القادمه بحال اللي مثلونا في كاس العالم في 86. فاحنا الا ضحينا بشويه ديال التماره وقلت ديال الماده، فهاد الجيل دابا عنده البلاطو كوم الفو باش يكون مزيان على جميع المستويات. وشكرا.